ممثل الهندي روشان بتتبرع بمليون روبية لعلاج المصرية إيمان عبد العاطي اللي هي وصفت بأنها يعني أضخم امرأة في العالم. هذا المرض اللي هي بتعالج الآن في الهند، وأم الممثل الهندي روشان زي ما هتشوفوا تبرعت بمليون روبية لها. تبرعت بينكي روشان والدة الممثل الهندي ريتاك روشان بمليون روبية هندية، أي ما يعادل 15,000 دولار تقريبا، لصالح إجراء عملية جراحية للسيدة المصرية إيمان أحمد عبد العاطي التي توصف بأنها أثقل امرأة في العالم. توجهت إيمان من مصر إلى الهند لإجراء جراحة لتخسيس وزنها بعدما حصلت على عدة مساعدات مالية من عدة جهات، حيث إنها تحتاج 10 ملايين روبية لإجراء عملية جراحية لها لإنقاص الوزن في مستشفى صيفي في مومباي. وقالت بينكي والدة الممثل الهندي روشان إنها تأثرت بشدة بحالة إيمان عندما قرأت عنها، وأنها كانت تتابع أخبارها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بكل شغف وتدعو لها بالشفاء، ولم تتردد أبدا في التبرع بالمال لمساعدتها، مضيفة أنها لا يمكن أن تتصور أن شخصا ظل طريح الفراش لمدة 25 عاما، قائلة: الهند كلها قد توحدت لمساعدة إيمان. حصلت المستشفى الذي تعالج فيه إيمان على 3,500,000 روبية من التبرعات. المستهدف جمع 10 ملايين روبية، حيث أن رحلة الطيران من مدينة الأسكندرية إلى مدينة بومباي الهندية تكلفت وحدها 8,300,000 روبية. وقال المشرف على علاج إيمان الدكتور مفضل لجدوالة أن علاج إيمان يحتاج المزيد من الوقت، فهي بحاجة لإنقاص 100 كيلوغرامات قبل إجراء العملية، حيث إنها تزن 498 كيلوغرامات وتعاني من خلل كبير في الهرمونات.